انا ماما مخصماني بقالها فترة ومتضايقة مني، وهي عصبية وانا مش بحب اروح اتأسف لها. بص يا اولاد، ربنا يسوع قال لنا اكرم اباك وامك، حاولوا تبقوا اصدقاء لوالديكم. انا عارف ان مش كل الوالدين هادين، ساعات يبقوا عصبيين، بس انتوا كمان بكرة هتبقوا اباء وامهات. اعمل حساب لليوم ده، لو انت ريحت والديك بكرة هترتاح في حياتك، لو كنت انسان مريح هترتاح. انما اللي تاعب والديه ولاده بكرة هيطلعوا عينيه. دي اول مبدأ. الحاجة التانية، انتوا كبرتوا، ما تتعلموا التفاهم. يا ماما انت زعلانة ليه؟ انت بتزعقي ليه؟ طب ممكن نتفاهم بأدب بذوق. انما ساعات احنا بنبقى مستفزين برضه يا شباب، ويبقى مثلا ماما بتنادي عليك بقالها 5 مرات، وبعدين لما بتزعق تقول لها بتزعقي ليه؟ ما انت بقالك 5 مرات مطنش، ده استفزاز. خليكوا مريحين يا ولاد. الانسان المسيحي انسان وديع، وديع يعني مريح، يريح كل الناس، وساعتها هو كمان هيرتاح، كل الناس هتحبه.